السلام عليكم. احنا النهاردة هنعرف ايه هي الشروط اللي المفروض احنا نعملها عشان تبدأ قناتنا تحقق الربح. طبعا الشروط هما 3 شروط فقط. قدامنا هنا شرطين اليوتيوب كاتبينهم بشكل واضح، وهما اول حاجة ان يبقى عندك 1000 مشترك، ويبقى عندك 4000 ساعة مشاهدة. طبعا الكلام ده مش 1000 وخلاص، لا، انت يكون اخر 12 شهر عندك جبت فيهم 1000 مشترك وجبت فيهم 4000 ساعة من المشاهدة. طيب، في شرط كمان، وهو انك تبقى عندك 10000 مشاهدة. وخلي بالك ما بين فرق عدد ساعات المشاهدة وعدد المشاهدات. عدد المشاهدات هي عدد مشاهدات الفيديو، الفيديو اتشاهد كم مرة، اتفتح كم مرة، لكن عدد الساعات اللي هو ايه، واحد قاعد يسمعه قد ايه. فانت مثلا عندك فيديو 10 دقايق، فيجيب 10 دقايق مشاهدة لو واحد سمعه كامل، اما يجيب مشاهدة واحدة، يعني عدد المشاهدات بتاعته تبقى واحدة بس، لكن عدد دقايق المشاهدة تبقى 10 دقايق. فاهمين قصدي؟ فطبعا انت لازم تحقق ال3 شروط دول في اخر 12 شهر، وبعد كده بتقدم لبرنامج شركاء اليوتيوب وبتنجح فيه فعلا، وبتتقبل بكل بساطة، وان شاء الله يعني ايه كلكم تتقبلوا. واتمنى ان انا اكون افدتكم. طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.